المسح النشط الميداني نعني فيه بأن الفرق الطبية المتخصصة تخرج إلى الميدان، تذهب إلى المناطق عالية الخطورة أو الأماكن التي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة. هذا الفحص والمسح النشط يقومون من خلاله بالوصول إلى المنازل، خاصة في الأحياء المكتظة أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية. يطرقون الأبواب، يتواصلون معهم بهدف إجراء الفحوص، يتأكدون من أنه هل هنالك حالات اشتباه، هل هنالك أعراض على الأفراد الموجودين في مثل هذه المواقع. يأخذون الفحوص الطبية والمسحات الطبية اللازمة للتأكد والتشخيص المخبري التأكيدي. هذا يساهم في أن يكون لك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة لكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جداً.